مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، أجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب من جديد وانطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط السادس للأبكار الإجذاع من مسافة 6 كيلومترات بشعارات أصحاب السمو والشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. بدأ هذا التحدي وبدأ هذا الصراع مباشرة مع الصدارة ومع المركز الأول، لأتابع مقدمة الشوط، لأتابع المركز الأول في هذه اللحظات من تنطلق، من تندفع في هذه اللحظات، من تنطلق نوايد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري في عملية التضمير. بينما المركز الثاني أتابع القادمة والحاضرة بشعار هجن الرئاسة من تتقدم وتحتل المركز الثاني، تنطلق في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم الياسات لهجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الثالث القادمة شواهين بشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدمها ومن يتابعها في عملية التضمير. بينما المركز الرابع القادمة بشعار هجن الشحانية القادمة خيال لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية في عملية التضمير والمتابعة. بينما المركز الخامس القادمة والحاضرة الشاهينية بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير وفي المتابعة. أيضا المركز السادس الشاهينية بشعار هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. أنتقل إلى المركز السابع لأتابع أفراح بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير. المركز الثامن أتابع عرينة لهجن الشحانية جار الله بن محمد النابت، من يقدمها ويتابعها بن عقيل يقدم عرينة في هذه اللحظات. بينما المركز التاسع القادمة والحاضرة أتابع انطلاقة ملاذ لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. والمركز العاشر اختتم النداء مع افراح في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع. هكذا هي نتيجتنا، اعود الى الصدارة، اعود الى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول في هذه اللحظات. من غيرت على الصدارة، من غيرت خيال لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية اللحوت، من يقدمها ومن يتابعها في عملية التضمير. بينما التدخل من شعار هجن العاصفة مع الشاهينية تتقدم وتحتل الصدارة. بينما المركز الثالث أتابع القادمة نوايد هي القادمة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري،
في عملية التضمير والمتابعة. المركز الرابع القادمة شوهين بشعاره جن الرياسة بسعيد من يقدمها محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم شوهين. المركز الخامس القادمة والحاضرة وتابع انطلاقة شعاره جن الشحانية قادمة بكل قوة تقدم لنا شعاراتها مع المركز الخامس. والسادس قادمة في هذه اللحظات عرينة هاجر الله بن محمد بن عقيل من يقدمها ومن يتابعها. وأيضا القدوم والحضور التابع القادمة ملاذ لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران من يقدمها ويتابعها. اشتدت المعركة بدأت المعركة الآن. الفوز يحتار من بين هذه الأسماء. من يختار هجن الشحانية وهجن العاصفة والقادمة نوايد بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. هو القادم هو المتابع لنوايد. وأيضا أحضرت خيال لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية قادم بكل قوة. وشواهين أحضرت لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله 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 يا هذه المعركة، الله يا هذا الصراع. 1200 يا أهل الأجداع، 1200 وهجن الشحانية تسيطر على المركزين الأول والثاني. انطلقت مع خيال وأيضا القادمة والحاضرة وتابع ملاذ لهجن الشحانية. وأيضا القدوم من عرينة لهجن الشحانية. بدأت الحركة في هذه اللحظات. تحركت هجن الشحانية وتحرك بن فاران يقدم لنا شعار ملاذ هجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري غادروا إلى الدوحة بالناموس والانتصار. هجن الشحانية أبطال الشحانية مع الصدارة في هذه اللحظات. ملاذ الأدعم الخطير هجن الشحانية وشعارات هجن الشحانية. ملاذ جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثاني عرينة لهجن الشحانية. سلام يا دوحة الخير، سلام لهجن الشحانية على هذا الفوز. ملاذ تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر جابر بن سالم بن فاران المركز الثاني. أيضا شعار هجن الشحانية مع عرينة المركز الثالث. وصلت متابعة الكرام لياسات لهجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الرابع وصلت مع المركز الرابع خيال لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. والمركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلال. إذا التهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز وانتصار ملاذ. التوقيت الزمني 9:08 بدون أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس المركز الثاني عرينا لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. 9:08 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس والمركز الثالث الياسات لهجن الرياسة سلطان بن محمد. وتوقيت والزمن 9:10 أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء متابعينا